دشن مركز بازرعة الطبي لصحة الأم والطفل بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بعدن مشروع الصحة المدرسية في مدارس مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن تحت شعار صحتي سر تفوقي. وأوضحت مديرة المركز أروى عقيل بأن المشروع يهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الكشف الطبي العام وكشف النظر وتقديم النظارات المجانية لمن يعانون من ضعف النظر. تم اليوم بحمد الله تدشين مشروع الصحة المدرسية في مديرية صيرة بحضور ممثلي مكتب التربية والتعليم في المحافظة ومكتب التربية والتعليم في مديرية صيرة وإدارة الصحة المدرسية في المحافظة. يستهدف النشاط 6 مدارس أساسية في مديرية صيرة، ويتضمن النشاط دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، كما يتضمن يعني دورات في الدعم النفسي وجلسات إرشادية للطالبات التي يعانين من المشاكل النفسية، بالتنسيق مع إدارة المدرسة وبالتنسيق أيضا مع المشرفات الاجتماعيات في المدرسة. كما يتضمن هذا النشاط الكشف الطبي للطالبات في المستويات الأولى أول وثاني وثالث وكشف البصر، وسيتم إن شاء الله توزيع البصريات بشكل مجاني للطالبات التي يكتشف لديهن ضعف في النظر. بالنسبة للصحة المدرسية هي ضرورية لعمل فحوصات دورية للطلاب خاصة الأطفال الصغار، لأنه في هذه الأوقات من في فصل الشتاء بالذات في فصل الشتاء تكثر الأمراض وتكثر انتشار العدوى، فيجب استمرار هذه الفحوصات الدورية للطلاب لكي نضمن سلامتهم. ونشكر مؤسسة بازرعة التنموية على الأعمال الخيرية التي تقدمها في عدة المجالات ومنها مجال الصحة.